السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في درس جديد وموضوع جديد سوف نتكلم فيه اليوم في درس تابع للغة البرمجة الكود HTML، كيف تضيف صورة للموقع الخاص بك أو الويب سايت الذي تقوم بالعمل بهذا الشكل كما تشاهد معي. فلدي صورة تظهر على الموقع أو على المتصفح أو على العنوان أو أي ما إلى ذلك، ف كل ما علي فعله لإضافة الصورة بهذا الشكل هو فتح بأي محرر للكود. على سبيل المثال أنا أستعمل النوت باد بلس بلس، فسبق وقلنا فإن الطاجات عفوا لغة ال HTML هي عبارة عن مجموعة من الطاجات، ولكن عندما تضيف صورة ليست عبارة عن طاج، ففي هذه الحالة سوف تكتب بهذا الشكل، اكتب فراغ ثم src يساوي وافتح حاضنتين بهذا الشكل واكتب مسار او اسم الصورة هنا في بين الحاضنتين. فعلى سبيل المثال اخترت صورة من جوجل، على سبيل المثال اريد ان اغير الصورة، نغيرها الى هذه هي الصورة على سبيل المثال، اضغط بالزر الايمن كوبي لادريس دو ليماج، ثم أتي إلى محرر الكود وأضغط Ctrl V بهذا الشكل، ثم أضغط Save، ثم أعيد تشغيل المتصفح لتشاهد فأتتني الصورة التي اخترت. هناك أيضا طريقة أخرى لإضافة الصورة، على سبيل المثال في الملف أتي بصورة إلى هنا، أتي بصورة و كل ما علي فعله هو أن أقول له أن يفتح لي الصورة الموجودة في ذلك المكان. على سبيل المثال أقول له افتح لي الصورة التي مع مكان الأندكس. كل ما علي فعله هو كتابة بهذا الشكل ثم أضغط مرة أخرى يساوي حاضنتين وأقول له اسم الصورة، على سبيل المثال fit png نقطة. إذا كانت الصورة على سبيل المثال بهذا الشكل، على سبيل المثال في ملف أفتح new folder ff حتى لا أطيل عليك، والصورة مثلا كانت هنا بهذا الشكل، فكيف أقول له وأخبره بأنها داخل الملف؟ كل ما علي فعله هو res يساوي وكتابة ff ثم fit نقطة png بهذا الشكل ويفتحها بدون أي مشاكل. أما إذا كانت خارج الملف الذي أعمل عليه، على سبيل المثال أنا هنا وأريد أن أضيف الصورة التي على سبيل المثال، فإن الملف الخاص بي هو هنا وأنا أريد أن أفتح هذه الصورة الموجودة هنا على سبيل المثال خارج، فكل ما علي فعله هو أن أقول له إن الصورة خارج، عليك أن تخرج درجة أو مرحلة حتى تجد الصورة إن صح التعبير. فكل ما علي فعله هو نقطتين سلاش وأكتب له fit نقطة png حتى يعرف أنه علي أن يخرج مرحلة ويجد صورة بهذا الاسم ويضعها في المتصفح. إلى هنا يكون درس اليوم قد انتهى عن كيفية إضافة صورة في المتصفح الخاص بك أو في الموقع عفوا بلغة ال HTML. شكرا لحسن المتابعة والإصغاء، حتى نلقاكم من جديد وإلى اللقاء.